واخيرا بعد 6 سنين من جبروت الاكسبو، لو تشوف افضل تشكيلات الجراند تشالنج الحاليه ما راح تلاقي الاكسبو من بيناتهم. هل الاكسبو ماتت؟ هل راح تنتهي معاناتنا في مواجهه لاعبي الاكسبو اللي بيستخدموا اسوا اساليب اللعب للفوز بالمباراه؟ اليوم جبت لكم اهم مبارياتي في مواجهه الاكسبو خلال سنه كامله، جمعت لكم اياهم بفيديو واحد، مع اني كنت واعدكم بفيديو ساعه كامله في مواجهه الاكسبو، لكن ما بدي اطول فتره تعذيبكم في مشاهده واحده من اسوا البطاقات الموجوده في اللعبه. 1. أهم حدث سنوي في كلاش رويال، هاي المباراة كانت رقم 19 في تحدي العشرين انتصار لعام 2022. كنت عم ألعب بتشكيلتي المعتادة مورتر لوك بيت، لكن طلع ضدي أسوأ هارد كاونتر ممكن أواجهه، الإكسبو روكيت سايكل. خلاف أن اللاعب قوي جدا، واللي بدل على هذا الإشي أنه عم يواجهني في المباراة قبل الأخيرة لتأهل تصفيات البطولة العالمية، خلاف أنه عم يلعب بأوسخ تشكيلة، الإكسبو كانت أقوى مضاد لتشكيلتي وإلى الآن بواجه صعوبة ضدها. راح أترككم مع المباراة.
منوم، تعال يا منوم، تعال علي. شيش، شو اللعب اولك؟ ولك شو اللعب اولك؟ ولك شو في؟ He's dead man, he's dead. He's dead. والله. ثاني مباراة كانت المباراة الفاصلة لتأهلي للقب البطل الملكي ودخول التصنيف العالمي لأول مرة كأفضل 1000 لاعب في كلاش رويال. اكسبو على حاله معلم، على حاله. ركوسي عالية لو سمحت. الحكي كش سميني حكي معلم، كش سميني حكي. شو بيعمل هون؟ اكسبو روكيت معه الأغنية كثير بيض الحاطانة. ولا شو قلت لك؟ انا واقع على التب هذا حالي بقول لك قاعد ولا هذا 6 7 8000 و9000 انا الطب قاعد شو مساوي هون؟ لانه في ناس هون زلم معلم بدها تغلبهم. هذا بدي احط قائمتي، قائمه الفيديوهات تاعون الاكسبو معلم. طلع اخيرا وصلنا الليج، اخيرا وصلنا ام الليج للتشامبيون ليج الرويال تشامبيون ليج. ما ليتس جو جبناها على اكسبو. تخيل انت، تخيل انت يعني هذا مش فرحه، 3 فرحات توب تشامبيون واكسبو 3. مباراتي ضد لاعب اكسبو، لكن هاي المره كانت الفوز رقم 12 في التحدي الكبير. يلا انا والله كبست على الكانسل بس فوتني بسرعه.
ما كان بدي انوع. والله هسه لعبت فيها، لا هي غلط. انا لا، اي غلط صراحة، غلط فيها، انا توهت انه غلط. إن شاء الله. هيو معك. واخر مباراتين راح اترك لكم التعليق، لا تنسون اللايك، تعليق حلو، استمتعوا. باكل ليمون وثوم وملح. وقفت الارجيله لبيت ما اطيب. باكل منيح بس برضه معلم بضلك تعبان. الحراره معلم، هسه الفيروس ترى ما له حل. هسه يا اخوان الفيروس ما في، انا والله تاخذ ابرة. طيب ما في زي هيك، بدك تستنى يخلص اموره بعدين تقول له مع السلامة. يا حبيب الله اكسبه، يخلص اموره باسمك يقول لك مع السلامة يا حمامة. فبتفضل تاخذ مسكنات بس عشان الاعراض الجانبية. اللي بالنسبة هي لي من النوع اللي بآمن بشغلة انه ماشي الواحد ياخذ بالاسباب وياخذ دواء ومن هالكلام، بس انه كل اشي يعني نهايته انه خلاص انك تطيب. تمام، انه انا من الناس اللي بقى مش شغلت نفس مع الوقت. في ناس ماتت معلم. لا اذا مناعتك مش منيحة بدك تاخذ ادوية ولا انا ما كنت باخذ الافيفا دول. حتى الناس هسه رايحة موسم عمرة، شايف الوضع كيف، كله مرض بمرض. اتوقع هجمة صح. اسبوع منيح انه معك انجنايت مش بيك غلبه اكثر. هاي لو كنت بتقرف وجلها مو ثلاث
ايه هيمو فين مؤيد؟ والله يا قلبي انا صار لي 4 ايام مش شايف حدا. هاب دو لايتنين صح؟ قصة معلم قصة حاول تصير صيد ها؟ قصة قصة صيدة ملك التصيد هيمو راح هو يقدمها لقدام هنا عن اختك اسمع باندج 6 الك اشقت لايتنين فيها صارتك متفوق بالاكسير منيح صرت تحط الميجا من ورا كل سنوبول ترميها على برج الأميرة مش على التسلا والشغلات كان هيك انت تفوزك وتخسر حيلين جي جي يعني انا بكون اطلع الدواء انه هسه هذا راح اخده عشان اتعافى ين عن اصلها ولا خبطت يعني هاي جد يعني يا انت بتموت يا الفيروس بيموت واحد من الثنتين اخ هاي فاير بول غلط معلم ما هذا لوج اكيد امي بدها مصلحتي بعرف شو بقول لك انا قبل ما حكيت كل هالحكي انا متاكد انه امي عملت الخلطه هاي بس بدي احكي كل العيله كل العيله بتبهوقه انا انعديت منهم فامي عامليتها الها ولاخوي ومش عارف لمين كمان يعني بس يا اخي انا عايز بتحمل الاشياء زي بس مش هالدرجه يا زلمه ولك اقسم بالله وكمتت وكفعليا متت 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 مش قادر اوكي دفاع جميل معلم والله معلم النيرف اللي عاملينها للارشر كوين سيء صح في ما حق الفالك ام تسلا انه هذا اليوم متاخر يا ما حش حقها اتوقع انه هذول كمان لعب لهم غلط لانه هلا في عنده اكسبو يا يقصوا اي قصة طيب بسم الله هي
اختي. تعبني راس وجعني، مش قادر اركز باللعب. لا مع بعض بدي اياهم.